أكيد. أما نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية، وأكيد وصلنا لمساحة جدا مهمة وعظيمة بالعطاء والتضحية. أكيد يا رشا، رح نحكي بفقرتنا الثانية عن رجال الإطفاء، أبطال المهمات الصعبة على الإطلاق، جنود موجودين على أرض الواقع ناطرين صفارة الإنذار لينبوا نداءات واستغاثات المجتمع المحلي. كان لهم جهود كتير كبيرة أثناء كارثة الزلزال على سوريا، وأيضا اليوم عم نشهد عدة حرائق ببعض محافظاتنا السورية، أيضا كانوا موجودين حتى بحياتنا اليومية والعادية. بنتعرض لكثير من المشاكل، دائما بنشوفهم موجودين جنبنا ليساعدونا، ويمكن رشا يخاطروا بارواحهم ليساعدوا ارواح ثانيه. اكيد هايدي، ونحن بنعرف انه في اشخاص كثير فقدوا ارواحهم بعده حالات وبعد حالات طوارئ كانوا متواجدين فيها. اليوم هن رجال الحمايه المدنيه، هن الاشخاص اللي موجودين بكل مكان وقت اللي بنحتاجهم، اكيد بنلاقيهم، ودائما بيكونوا اشخاص مدربين بتدريب جدا عالي ليقدروا يواجهوا كل المواقف. واكيد صفاتهم كثير مهمه، منهم حدا كثير بتحمل الصبر وبيكون عندهم هي الشجاعه، مثل ما قلتي اليوم احيانا بيقدروا بيقتحموا مكان بقلب النار ليقدروا ينفذوا هي المهمه. فتحيه لكل عناصر الاطفاء اكيد، ولنحكي اكثر ونضوي على وظيفه ومهمه رجال الاطفاء وطبيعه العمل. ضيفنا لليوم هو العميد الركن المجاز داود عميري، وهو قائد فوج اطفاء دمشق. يسعد صباحك سياده العميد، واهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا سياده العميد. بدايه خلينا نتعرف مع حضرتك عن رجل اطفاء، عن مهامه وعن طبيعه عمله. طبعا قبل التكلم وانا داخل الاستديو، كان هناك حريق في منطقه دمار باتجاه جبل قاسيون بال جمعية التعمير على ما أذكر في بناء كبير بالطابق التاسع. طبعا على الفور وجهنا فرق الإطفاء والإنقاذ والإخلاء متمثلة بالسلالم وزمرة الإنقاذ، وقاموا بالسيطرة الكاملة على الحريق، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تبريد هذا الحريق وإنهائه. يعطيكم العافية. الله يعافيكم. عم نتابع صور على الحريق، صور من الحريق اللي صار. اولا كل عام وانتم بخير، بمناسبه الذكرى 78 لتاسيس الجيش العربي السوري. استغل هذا المنبر لاترحم على شهداء الجيش العربي السوري وعلى شهداء الاطفاء، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى. اما بالنسبه لرجل الاطفاء، رجل الاطفاء اولا هو الرجل الذي وهب نفسه لخدمه الوطن والمواطن. هو الرجل الذي لا يهاب الموت، يعني وبدون مبالغة يقتحم النار، واسمه رجل النار، من أجل إنقاذ روح أو من أجل إخلاء رجل أو إخلاء امرأة أو إخلاء طفل من الحريق. هو رجل المهام الصعبة، هو رجل يتصف بالأمانة المطلقة، هو الرجل الذي عندما يتوجه إلى الحريق لا يفكر بأي شيء، فقط في إنجاز مهمته. هذا هو رجل النار، وهذا هو رجل الإطفاء. سيادة العميد، بداية خليني أقول لحضرتك يعطيكم ألف عافية. نحن عم نتابع بعض الصور من الحريق اللي ذكرته حضرتك واللي تم هلأ أخماده. كل الشكر لعناصر فوج الأطفاء اللي كانوا متواجدين أكيد. يعني وقت اللي عم نحكي عن رجل الأطفاء، عم نحكي مثل ما قلت عن حدا يعني عارفان بجوز هو يدخل بهذا النار ما يطلع، يعني هو مآمن بالرسالة عم يحملها. يعني وقت بيكون في حالة حريق اليوم، كيف عم بيكون نداء الاستغاثة وكيف عم يتم التعامل معه؟ طبعا نحن في فوج إطفاء دمشق لدينا غرفة عمليات. هذه الغرفة مجهزة بكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والخليوية، نتلقى بها الإخبارات من الإخوة المواطنين على الرقم 113، وهذا رقم للتنويه لا ينشغل بتاتا، عليه 16 رقم هاتف. أحيانا المواطن بيتصل بيطول شوي ليرد عليه عامل عمليات، بيكون عم يرد على هواتف أخرى هو وزميله، لذلك ما بيطلع معه مشغول، بيقول عم يرد عم يرد ما بيرد، ولكن هم يقومون بالرد.
إذا مثل ما نوهت 16 رقم هاتف لا ينشغل بتاتا. يأتي الإخبار إلى غرفة العمليات، يقوم عامل العمليات بتدوين العنوان المفصل ويقوم بتوجيه الزمرة المخصصة لذلك من أقرب مركز إلى مكان المهم. نحن لدينا مراكز منتشرة في مدينة دمشق وهي على الشكل التالي: لدينا مركز في مشروع دمر، مركز في منطقة المزة، مركز في منطقة حي الأمين، مركز في منطقة القابون، مركز في منطقة الميدان الأشمر، مركز في قلب المدينة النصر والخانجي، مركز في الشيخ محي الدين، في ابن النفيس، والآن أحدثنا مركز جديد في قلب دمشق القديمة هو مركز الدقاقين. يقوم عامل العمليات بتوجيه إذن الزمرة من المكان الأقرب للمهمة، وتبدأ المهمة بالانطلاق إلى المكان وتبدأ العمل حسب نوع الحريق وحسب نوع المهمة. نحن لدينا مهام سلاسي في الإطفاء. الأخ المواطن يعتبر أنه الإطفاء هو فقط للحرائق، لإخماد الحرائق. لا، نحن لدينا ثلاث مهام هي إخماد الحرائق وإنقاذ الأرواح وإخلاء المصابين. كما حدث حاليا في الحريق، وجهنا فرقة الإطفاء ووجهنا فرقة الإنقاذ ووجهنا فرقة الإخلاء مثل ما حكيت المتمثلة بالسلالم العالية من أجل إنقاذ الأخوة العالقين في الطابق التاسع على سبيل المثال. يعني سيادة العميد، حضرتك وضحت لنا أكثر عن المهام الثلاثة لرجال الأطفاء، لأنه فعلا اليوم النظرة عم تقول أنه بس رجل الأطفاء هو فقط للحرائق. خلينا ننتقل كافية أكثر ونحكي عن المهام الموكلة لقائد فوج الأطفاء. طبعا بالنسبة لقائد فوج الأطفاء دمشق، مهامه تنحصر بقيادة الفوج والإشراف المباشر على تنفيذ المهام والإشراف المباشر على تدريب عناصر الفوج والمحافظة على الجاهزية القتالية للفوج. هذه هي المهام التي يتمتع بها قائد فوج الأطفاء ويجب أن ينفذها بدقة متناهية. طب سيادة العميد، خلينا نحكي عن التجهيزات الموجودة عند حضرتكم بمساعدتكم بإطفاء أي حريق. هل اليوم هي كافية عندكم؟ هل اليوم أنتم بحاجة إلى تجهيزات أخرى؟ وكيف اليوم عم تقدروا تحددوا نوع الحريق؟ هل تنتظروا لتوصلوا إلى المنطقة أو ممكن تستندوا على المعلومات الأولية اللي ممكن يخبركم فيها المواطن؟ طبعا نحن عندما يأتينا الأخبار، يأتي إخبار حريق منزل، تتوجه الزمرة إلى المكان. في شيء حدا اسمه آمر زمرة، مباشرة بيشوف الحريق شو مواصفاته. هلأ ممكن يكون حريق أساس منزل. لدينا نحن ثلاث أنواع من المواد لإخماد الحرائق، هي المياه هي المادة الأساسية، ومادة السائل الرغوي الفوم، ومادة البودرة. طبعا كل مادة إلى شيء معين. الأساس المنزل يخمد بالمياه، هناك حرائق كهربائية تخمد بالبودرة، هناك آثار بترولية أو بترول للغازيات تخمد بمادة أو بلاستيكات تخدم في مادة الفوم. إذن مباشرة آمر الزمرة يقوم بمعاينة الحريق، يشوف شو هو الحريق، عبارة عن إذا أساس منزل بيستخدم المياه، إذا في شيء كهربائي. أحيانا بيجينا كثير حريق تابلو كهرباء، حريق، إذن يقوم باستخدام أجهزة البودرة أو البودرة الجافة الكيميائية. إذا كان هناك شيء بترولي يقوم باستخدام مادة الفوم، وهكذا يقوم بتعيين الحريق أو ما هو الحريق. إذن آمر الزمرة هو استنادا لاقتحامه للحريق ووجوده بالحريق يقوم بتحديد المادة التي يقوم باستخدامها لإخماد الحريق. تمام. يمكن دائما بيجيكم بلاغات كاذبة أو أخبار كاذبة عن وجود بعض الحرائق بأي مكان، طيب أنتوا اليوم كيف تتعاملوا مع هي الأخبار؟ طبعا
للأسف أنه هذا الموضوع يعني أحيان بيجي بشكل يومي أحيان بيجي كل يومين ثلاثة يعني شو الهدف للأسف اليوم سيادة العميد للأسف بيجينا أخبار كاذبة ونحن لا نستطيع إلا أن نقوم بتلبية النداء لا عشان. يمكن أحيان بيجينا بالليل بالنهار تعرفي رجل الإطفاء هو بيداوم 24 على 24 ساعة أحيان ما بينام بتاتا أحيان ما بيرتاح بيطلع من حريق بيجي من حريق بيروح على مهمة بيجي من مهمة مهمة إنقاذ مهمة إخلاء إلى آخره إذا بضل 24 ساعة رجل النار هو مناوب إيه عفوا السؤال البلاغات البلاغات الكاذبة فالبلاغات الكاذبة ما في نحن نتجاهلها جانا أخبار كاذبة عن أخبار على 113 حريق في منطقة المزي فورا مباشرة توجه زمرة من مركز المزي إلى المكان توصل الزمرة بتعين هيك ما بتلاقي شيء نرجع نتصل مع المخبر يا بيطلع تليفونه مغلق يا أما ما غير موجود في الخدمة إذن هذا للأسف الشديد عم تصير معنا كثير وبتعرفي هلا في ظل قلة المحروقات وفي ظل قلة المواد وتعب العنصر وتعب صحيح. السيارة وما فينا كمان نهمل إنه نحن ما نروق إلى الحريق أكيد اليوم هذا عبء جديد على فوج الإطفاء يعني فأكيد القصة حتكون جدا سلبية يعني مثل ما ذكرتي ظل الضغوطات والتحديات اليوم اللي عم تواجهكم وقت نذكر التحديات والضغوطات أكيد نذكر صعوبات اليوم عم تواجه فوج الإطفاء خلينا نحكي عن أهم الصعوبات اللي ممكن خلينا نقول تأخر أو تعيق بس هي أكيد ما عم توقف عملكم الإنساني يعني شو هي أهم الصعوبات اليوم هل عم يكون في تشبيك بينكم وبين جهات معنية أخرى؟ طبعا أكيد في صعوبات بالعمل من هذه الصعوبات لرجل الإطفاء أولا التوجه إلى مكان الحريق نحن من أجل الوصول إلى مكان الحريق أو مكان المهمة بأسرع وقت ممكن يجب إفساح المجال أمام سيارات الإطفاء من الأخوة المواطنين إذا ما انفسح المجال في مناطق الازدحام هناك تكون صعوبة لدينا صعوبات في مناطق المخالفات مناطق الضيقة مناطق في دمشق القديمة هناك أزقة هناك لا تستطيع السيارات إلى الدخول الدخول إليها هذه كمان من الصعوبات اللي بتواجه رجل الإطفاء يضطر لي إذا ما دخلت السيارة الكبيرة ولا السيارة الصغيرة إلى المكان نحن لدينا سيارات صغيرة وأحيانا السيارات الصغيرة لا تستطيع الدخول إلى شوارع في مدينة دمشق القديمة البدائل هو مد الخراطيم من مسافات بعيدة إلى مكان الحريق وبأسرع وقت ممكن هذه من الصعوبات الكبيرة يعني جدا فهي يعني مجمل الصعوبات اللي الازدحام الأخوة المواطنين تجمهر الأخوة المواطنين على الإطفاء يعني كمان من الصعوبات الكبيرة يعني تمام فهذه من أهم الصعوبات اللي نحن بنواجهها طيب سيادة العميد شو مطالبكم اليوم لدعم رجال الإطفاء؟ على بالنسبة لمطالبنا نحن كرجال الإطفاء نتمنى من الأخوة المسؤولين عن موضوع زيادة طبيعة العمل لرجل الإطفاء أن ينجز بالسرعة القصوى يعني هذا من أهم المطالب لدينا يمكن هو الأهم والأحق يعني اليوم فوج الإطفاء هو عم ينشغل عليه بس نتمنى السرعة بشكل يعني. مباشر يعني إن شاء الله يوصل صوتك اليوم مسيات العميد عبر الإخبارية وقت منقول لحريق في تصرفات عشوائية ممكن تصير من المحيط بسبب خلينا نقول الخوف الرعبة ففي شغلات ممكن نحن نعملها سلبية تزيد من تأثير الحريق تساعد بانتشاره ضمن البيت شو هي أهم هدول الخطوات سيادة العميد يعني اليوم وقت بصير لسمح الله حريق بأي بيت شو هي النقاط المفروض اليوم الأشخاص يتجنبوها إن كان بفتح الأبواب إن كان بالكهرباء طبعا راح بلش من آخر نقطة اللي هي فتح الأبواب عندما نقوم بفتح الأبواب يأتي الأكسجين يزيد الحريق عندما يكون لدينا حريق فرضا على سبيل المثال مقلي زيت على غاز وهذا المقلي الزيت شاعل نجي نحن بدنا نطفيه من كب المي كمان هذا بيزيد الحريق شو التصرف الصح التصرف الصح هو
رح نبلش من المنزل اللي هو الأهم. يجب على الأخوة المواطنين عندما يكون هكذا نأتي في قطعة قماش مبللة أو بطانية مبللة ونضعها على النار، تقوم بقطع الأكسجين عن الحريق ويخمد. طبعا أهم شيء هي ربطات الجأش وعدم التلبك، ولكن هناك يعني شفت النار قدامك بدك تتلبك. فعل وردة فعل. حريق كهرباء ما بصير أنا أجي عندي تابلو عم يشعل، شايفه عم يشعل أمامي، وأجي أنا كمان أجيب قنية المي كبة على التابلو لحطفي. إذن هاد كمان من الأخطاء. إذن يجب الانتباه بشكل جيد على هذه الملاحظات. يجب أخذ احتياطات الأمان في المنزل. نبدأ من المطبخ، وللأسف ما في يوم إلا عم جيني أنا حريق مطبخ بسبب مقالي الزيت. بنحط مقل الزيت، بننسى مقل الزيت، بيشعل، بيجي بيكون حارق الخزن، بيكون يعني هذا شيء خطير جدا. اغلاق الاسطوانات الغاز في المنزل هذا من الضروريات والشغلات الهامه جدا. انزال القواطع الكهربائيه في المنزل عند الخروج من المنزل. عدم ترك اي شيء له علاقة بالكهرباء في مكان مأخذ الكهرباء. ليش؟ لحتى عم تجي الكهرباء، عم يكون انقطاع في التيار الكهربائي، عم تجينا الكهرباء فجأة بيكون صاحب البيت برات البيت بيكون تارك شيء، ممكن ياخذ يكون شيء قريب عليه يشعر. ست البيت كمان يعني تطلع من البيت على دوامها بالذات تعمل اشعاراتها بالسيشوار، تنقطع الكهرباء فجأة، بتتركه لما تكون متأخرة. طبعا هي للأسف أنا ما عم بحكي على ستات البيت، أنا عم بحكي واقع يعني فتجي الكهرباء بشكل مفاجئ. كمان بيشتغل السيشوار، ونعرف نحن كلياتنا السيشوار له وشيعة قوية جدا، فممكن يحصل الحريق. فكل هالأمور هاي يجب الانتباه عليها قبل الخروج من المنزل. يجب اقتناء مطفأة صغيرة في المنزل، في السيارة، في المتاجر، في المحلات. يجب أن يكون هناك وسائل وقاية من أجل التغلب على هذه الحالات. يعني هي شوية احتياطات مفروض نحن نتخذها ببيوتنا وحتى بالأماكن العامة. اليوم واجبنا أيضا أنه نكون حذرين خارج المنازل، يعني وخاصة بدنا نقول بالسلامة والصحة لكل المناطق اللي تضررت بالحريق. وأكيد اليوم كنتوا موجودين وكنتم رجال بالميدان، وكنت كان لكم الفضل الأول أكيد يعني بعد رب العالمين بإخماد هي الحرائق. طبعا بالنسبة للحرائق اللي حصلت في المنطقة الساحلية، نحن شاركنا كفوج إطفاء دمشق بتوجيهات من السيد الوزير والسيد محافظ دمشق. قمنا بإرسال عربتين إطفاء إلى المكان الحريق، وشاركوا العناصر وساعدوا أخوتهم في محافظة اللاذقية وكافة الأجهزة المعنيين هناك في إخماد الحرائق. وهذا بصير يعني بشكل دائم، نحن نتعاون مع بعض نساعد بعض. يجب الانتباه إلى أماكن النزهات، الحدائق، عدم إشعال النار، عدم إشعال فحم الأرجيل، أكيد يعني عدم رمي أعقاب السجائر من السيارة، وهي من الشغلات الخطيرة جدا جدا جدا. المواطن بيفكر أنه والله أنا بإيدي سيجارة زتيتها ما عملت شيء، ولكن هي تعمل لأنه درجة حرارة السيجارة عندما ترميها من النافذة تزداد حرارتها، ويمكن أن تذهب إلى بفعل الرياح إلى أماكن أعشاب جافة ويحصل الذي يحصل. يعني بالختام أكيد بنتمنى الوعي أكثر، وحاولنا نفرد مساحتنا اليوم تقديرا لتعبكم وجهودكم. بنتشكر كثير وجودك معنا سيادة العميد داود عميري قائد فوج إطفاء دمشق، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا للإخبارية السورية اللي سمحت لنا بتسليط الضوء على عمل رجال إطفاء محافظة دمشق. أهلا وسهلا سيادة العميد، وتحياتنا من خلالك لكل أفراد رجال الأطفاء بدمشق وبالمحافظات السورية. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك. شكرا لكم. نحن